السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أرحب بكم حضوركم هذه الورشة. هي ليست محاضرة وليست تلقين، إنما نحاول إنه يعني نتناقش ونقارب بين الأفكار فيما يخص التعليم الإلكتروني. لا شك أن التعليم الإلكتروني هو مستقبل التعليم في العالم، وفي الحقيقة أن كل أحد الآن هو يستخدم تعليم إلكتروني وليس بالضرورة هو يعرفه. فاستخدامنا للهواتف والكمبيوترات الحواسيب والشبكات هذه أحد هي عناصر لمنظومة التعليم الإلكتروني. في هذا الورشة يعني سنتطرق إلى التعليم الإلكتروني كعملية متكاملة، كيف يمكن أن نحقق تعليم إلكتروني عن بعد بواسطة برنامج مودل. بداية أعرفكم عن نفسي، اسمي غالب بن علي العبري من شركة رافد. احنا نعمل في تقديم الحلول الإلكترونية للمؤسسات وأيضا الأفراد، وخاصة في يعني بشكل مركز في التعليم الإلكتروني. في هذه الورشة سنقدم مقدمة عن الأنظمة المفتوحة المصدر، سبب تفوق هذه الأنظمة بشكل مختصر. أيضا سنتطرق إلى منظومة التعليم بداية، قبل أن نتطرق إلى التعليم الإلكتروني فنيا، يعني سنحاول أن نقترب إلى مفهوم التعليم الإلكتروني، لأن هناك يعني سوء فهم في بعض المصطلحات. أيضا سنتكلم عن ميزات نظام إدارة تعلم مودل النسخة الثانية والنسخ الفرعية منها، نظام الفصول الافتراضية، وفي النهاية توصيات مناقشات. احنا طبعا كشركة نقدم برمجة ومكاملة واستضافة. طبعا مودل هو برنامج عالمي أو يستخدم بشكل عالمي، طورته أحد الشركات الإسترالية، وإحنا بدورنا نقدم البرمجة والمكاملة والاستضافة. أيضا نقدم تسجيل النطاقات العمانية كأحد الخدمات الإضافية. أيضا نحن نقدم هذه بالشراكة مع شركة، هي عندها شراكة مع شركة مودل. إحنا في عمان لا يوجد هناك شراكة يعني شركة متخصصة في مودل، لكن احنا نقدم هذه الخدمه بالشراكه مع المؤسسة الاسلوب الذكي في المملكه العربيه السعوديه. الانظمه المفتوحه المصدر ربما يعني كثر الحديث فيه، وخاصه اليوم امس، ومعظمنا ربما كلنا عرف ما هي الانظمه المفتوحه المصدر: حريه اعاده توزيع، توفر النص المصدري، حريه توزيع النص المصدري او اعاده توزيعه، حرية إنتاج برمجيات مشتقة ومعدلة من برنامج الأصلي، وحرية توزيعها تحت نفس الترخيص. سبب تفوق الأنظمة المفتوحة المصدر الخصوصية، يعني بما أنه هو مفتوح المصدر بإمكان المطور أن يطلع على الكود ويطلع على أمان الكود، هل هو يحافظ على خصوصية المؤسسة أو الفرد، الاستمرارية لأنه مفتوح المصدر، لو أنه مغلوق لو أي مشكلة حصلت واختفى المطور توقف تطوير البرنامج، حرية التخصيص. كل هذه الميزات هي بسبب أنه مفتوح المصدر، سهولة الربط مع الأنظمة الأخرى، سرعة التطوير، التكلفة المنخفضة، السرية والأمان. طبعا لماذا السرية والأمان؟ يمكن سهولة الوصول للكود وكثرة المتصفحين والمطورين، لأنه عبارة عن مجتمع حول العالم، الجميع يساهم في تطوير هذا البرنامج وحل ثغراته، كذلك سرعة الاستجابة لحل مشاكل الأمن والحماية. الآن نتكلم نبدأ يعني نتطرق في الموضوع التعليم الإلكتروني. هذا بعض الأسئلة المفتاحية ربما يعني تخطر في بال كل شخص: ما هو التعليم الإلكتروني؟ وهل هناك فرق بين وبين التعليم عن بعد؟ بعض الحقائق عن التعليم الإلكتروني الجديد في التعليم الإلكتروني، أقصد يعني
ما الفرق بينه وبين التعليم التقليدي؟ مدى الاستفادة من التعلم الإلكتروني؟ هل نحتاج فعلا إلى التعلم الإلكتروني؟ ما الفرق بينه وبين التعليم وبين التدريب؟ ما هي عناصر منظومة التعليم وكيفية توظيف مودل؟ طبعا أنا هنا ليس شخص أكاديمي أو تربوي، لكن لابد أن نتطرق لهذه النقاط حتى يعني نوصل القناعة كيف يمكن أن نكون عملية تعليم إلكتروني تحقق أهداف، لأنه التعليم في الصف بالتأكيد هو أفضل، لأن هناك تفاعل مباشر بين الطالب والمعلم. لكن هل يمكن أيضا هذه الأهداف تتحقق عن طريق التعليم الإلكتروني؟ أنتم يعني سنتناقش في ذلك، يعني لن أقدم لكم معلومة نهائية أو توصية نهائية، وإنما هو نقاش. يعني ما هو التعلم الإلكتروني؟ يعني خلنا نرجع، يعني هل ممكن أحد يعطيني فكرة أو ما هو التعلم الإلكتروني؟ يعني لو أنه في مؤسسة قدمت التعليم الإلكتروني، قال لك إحنا نقدم تعليم إلكتروني وعندنا دورات، ماذا يخطر في بال أي شخص؟ يعني استخدام تقنيات، نعم، يعني أي تقنيات ممكن تفصله؟ شبكات إنترنت، حواسيب، يعني التقنيات بشكل عام، العتاد والبرامج، نعم. حد عنده إضافة؟ جميل، تعلم، يعني نعم، التعلم الذاتي، نعم، جميل. هذا يعني أحد، يعني هو في النهاية ليس هناك تعريف محدد يعني ثابت، لكن في التعليم الإلكتروني هو أسلوب من أساليب التعليم تستخدم في يعني التقنيات الموجودة، أو تستخدم في شبكات الوصول يعني إلى إيصال المعلومة. طبعا التعليم الإلكتروني تستخدم في كل تقنيات، يعني إذا تكلمنا الأقراص المدمجة هي تعليم إلكتروني، البرمجيات، البريد الإلكتروني، ساحات الحوار والنقاش هي تقنيات في النهاية يراد بها إيصال المعلومة. لكن التعليم عن بعد، ربما أحد التعريفات اللي تفضل بها أهل الحضور، هو التعلم الذاتي. ممكن يكون تعلم ذاتي عبر الشبكة، ممكن تعليم ذاتي، يعني ممكن شخص آخر يعلمك عن بعد. وتعليم بعد هو جزء من التعليم الإلكتروني وليس العكس. ولكن الآن يعني يخطر في بال كل الناس أن التعليم الإلكتروني هو التعليم عن بعد، ليس بالضرورة. لذلك في بعض الجامعات، ومنها جامعات عربية، يعني لديها عمادات، لا تسمي هذه العمادات عمادة التعليم الإلكتروني، وإنما عمادة التعليم عن بعد. وهنا في عمان بدأ هذا التعليم عن بعد في كأول تجربة في كلية العلوم الشرعية. طبعا التعليم عن بعد هو جزء مشتق من الدراسة الإلكترونية أو التعليم الإلكتروني، وفي كلتا الحالتين فإن المتعلم يتلقى المعلومات من مكان بعيد عن المعلم، يعني مصدر المعلومة. وعندما نتحدث عن دراسة الإلكترونية فليس بالضرورة نتحدث عن التعليم الفوري المتزامن، بل قد يكون التعليم الإلكتروني غير متزامن. يعني التعليم الإلكتروني المتزامن هو الذي يحدث بالصوت والصورة أو كليهما من خلال الفصول الافتراضية، هذا هو المقصود. أما التعليم غير متزامن يعني هو أنك تعرض النص والصورة مثل تصفح الإنترنت بشكل عام. يعني بعض الحقائق عن التعليم الإلكتروني: يتضمن المعلومات والاتصالات والتعليم والتدريب، هو ليس مجرد وسيلة للتدريب الإلكتروني، وإنما يستخدم لأغراض أخرى. يعني بعض المؤسسات تستخدم التعليم الإلكتروني لإدارة المعرفة بين الموظفين، لأن في النهاية هي الخبرة، العمل المؤسسي خبرة يجب أن يتشارك فيه الجميع. لا يعتمد على التكنولوجيا، وإنما أيضا على ثقافة المنظمة. يعني في بعض المنظمات تبدأ بالتعليم الإلكتروني ويفشل لأنه غير مستعدين، والإدارة العليا غير مقتنعة بذلك. أيضا لا ينجح إلا بدون الالتزام واقتناع الإدارة العليا والقائمين على التنفيذ والمدربين.
التعلم الإلكتروني أو التعليم يجب أن يتوافق مع استراتيجيات التعلم الإلكتروني مع الاستراتيجيات العامة للمنظمة لكي تحقق الهدف منها، فهي وسيلة وليست غاية. نعم، التعليم الإلكتروني وسيلة ليس غاية، لأنه في النهاية هو أداة لإيصال معلومات، كما أنها ليست في كل الأحوال بدينا التعليم أو التدريب التقليدي وإنما مكملا له. ما هو الجديد؟ يعني ما الجديد في التعلم الإلكتروني عن التعلم التقليدي في الغرفة أو في قاعة المحاضرات؟ أنه يحدث في الوقت المناسب، أنت تختار الوقت المناسب لكي تتعلم للشخص المناسب. هناك تفاوت بين الأفراد في القدرة على فهم المعلومة، بعضهم يتعلم ويحفظ سريع وبعضهم يتأخر. فهو التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد يتيح لك الفرصة أنك تتلقى المعلومة بالوقت الذي يناسبك في المكان المناسب، ليس بالضرورة لأنه لا يعتمد على غرفة أو قاعة معينة، بالشكل والمحتوى المناسبين. نعم، لأنه يعني هناك في التعلم الإلكتروني أو التعليم الإلكتروني أنشطة ومصادر مختلفة، يمكن للمعلم أن ينوع طريقة عرض المعلومة، وأيضا بسرعة المناسبة لأنه متوفر في الإنترنت أو في الشبكة دائما. أيضا ما من سمات التعليم الإلكتروني أنه يتم بصورة متزامنة وغير متزامنة كما يعني ذكرت سابقا، وأنه لا يعتمد على المناطق الجغرافية، لكن أيضا الابتعاد الجغرافي أيضا يعني يفيد أنه التفاعل بين ثقافات، يعني ربما أن يكون هناك دورة مثلا حول العالم فيها من مختلف الثقافات، هذه جيد يعني في حد ذات التعليم. أيضا يتيح أعداد كبيرة المعلم، عوضا أن يعلم 10 أو 20 طالب ممكن يعلم 200 طالب في نفس الوقت، أيضا توفير الوقت والتكلفة، وهذا واضح. الجديد هو يعتمد أيضا على التعلم بالممارسة، لأن الطالب يعتمد على نفسه في التعلم، لا يعتمد على المدرس 100%. التغذية المرتدة، لأن في أنشطة امتحانات واختبارات يعني الاستزادة أو يعني بعض المعلومات تحتاج إلى ممارسة أكثر. رغبة المتعلم في التعلم، لأنه لابد من المتعلم أن يكون عنده رغبة وأيضا مهارة في التعلم الإلكتروني وتعدد الوسائل التعليمية. يتميز بمواعيد بدء وانتهاء البرنامج. الآن أعرض لكم هذا كله، يعني التنظير هذا ضروري حتى يعني تتكون قناعة التعليم الإلكتروني في أذهانكم. يعني يتميز ببدء مواعيد بدء وانتهاء البرنامج، مستوى الالتحاق للتعليم الإلكتروني خاصة في مودل، يمكن يكون هناك مستويات للانتقال من مستوى تعليمي إلى مستوى آخر، أيضا مدى الاعتماد على التكنولوجيا، في مرونة، ربما تستخدم الهاتف كمبيوتر ممكن حتى فقط بالصوت، مدى الاعتماد على المرشد، التعلم الإلكتروني، سرعة التعلم، اختيار المكان، العمل الجماعي، هذه كلها يعني تتيح المرونة في التعلم وليس التقييد كما هو في غرفة الصف. الاستفادة من التعلم الإلكتروني، الاستفادة هذه بالنسبة للمتعلم والمعلم والمنظمة، يتعلم ما يريد أو يتعلمه في الوقت الذي يختاره، يتعلم ويخطئ في جو من الخصوصية. يعني ربما هذه أحد المشاكل اللي واجهها الطالب في الغرفة الصفية، أنه يخجل من الجواب أو من الخطأ، لكن هنا هو يمارس ويحل واجبات والامتحانات بكل أريحية، تخطي بعض المراحل التي يراها سهلة أو غير مناسبة. يمكنه إعادة الاستزادة بالقدر الذي يحتاجه، بإمكانه يرجع في أي وقت لأي درس، يجعل كما هائلا من المعلومات في متناول يده. أما المعلم أو المدرب لا يضطر إلى تكرار الشرح لمرات ومرات، طبعا هذا يعتمد على الوسائل التعليمية ومدى بساطتها وقدرتها على إيصال المعلومة، يمنح الوقت لإعداد برامج أكثر. كما قلنا إن المعلم يستطيع أن يعلم حتى 200 أو 100 شخص في نفس الوقت.
فبهذه الطريقة هو استطاع أن يعني يجهز هذه الوسائل التعليمية لعدد أكبر، بدل أنه يعني يضطر أو يعني يستغرق وقته في التحضير وفي إعداد الوسائل التعليمية لمجموعات أصغر. التركيز على المهارات التي يحتاجها المتعلم أو المتدرب فعلاً، لأنه الوسائل التعليمية هذه ما فقط هي عبارة عن نص وتوصل معلومة نظرية، أحياناً هذه الوسائل التعليمية قد تكون صورة، قد تكون فلاش، صوت، فهذه التعدد المصادر أو الوسائل التعليمية يعني يحدث نوع من التنوع في المهارات. يركز أكثر على التغذية المرتدة للمتعلم المتدرب لتتاح له أكبر فرصة لتنمية قدرات مختلفة. بالنسبة للمنظمة، تقليل مصروفات السفر، تقليل أوقات الغياب، تنمية مهارات استخدام تكنولوجيا، خلق بيئة وثقافة مناسبة لتنمية عمالة المعرفة. عمالة المعرفة هنا يعني هذا ربما يكون مصطلح جديد بالنسبة لكم، يعني عمالة المعرفة ربما يكون أي شخص يمكن أن يساهم في المعرفة إذا توفرت له الإمكانيات والمهارات في أن يساهم أو يكون المعرفة المناسبة للمجتمع. تحقيق ذاتية التدريب والتعلم المهارات المطلوبة، تدريب أكبر عدد من العاملين، سرعة نشر الأخبار، طرح المشكلات على الشبكة ومشاركتها، جلب الخبرات النوعية من خارج المنظمة. يعني أحياناً أنك تجلب أو تستضيف خبير من خارج عمان يكلف الكثير، التذكرة والسكن والقاعات وغيرها، لكن يمكن هذه التكلفة ربما تكون 10% أو 20% من التكلفة الاعتيادية. هل التعليم الإلكتروني يلغي دور المعلم؟ بالتأكيد لا، لأنه يعني بعد المراحل المختلفة تتطلب إنه يكون هناك معلم، يعني المراحل الدنيا في التعليم الأساسي لابد أن يكون هناك معلم، لكن الفائدة أيضا بالنسبة للمعلم أنه يعني تسمح له أن يتعلم مهارات جديدة خاصة في المهارات التقنية، وأيضا يتعلم مهارات في صنع الوسائل التعليمية، بدل يعني هذا أيضا يساعد على أنه يعلم طلاب أكثر. صحيح أنه هو لا يلغي دور المعلم، ولكن يسمح له أن يعلم طلبة أكثر. الفرق بين التدريب والتعليم، كما واضح في الصورة هنا، مختصر الفرق بين التعليم والتدريب من حيث التركيز. من حيث التركيز، التعليم يركز على المعرفة أو النظريات، أما التدريب على المهارات والتطبيق. المدة، التعليم طويلة والتدريب قصيرة. الاستهداف، الهدف من التعليم يكون هنا في التعليم عام والتدريب خاص لمجموعات أو نوعيات، سواء يعني من ناحية السن أو من ناحية إذا كان من مؤسسة معينة مثلا. الأسلوب، التلقين، وهنا المشاركة والتفاعل في البداية في التعليم، صفرية والتدريب خلفية مسبقة. المحور هنا المعلم وهنا المتدرب. المعلم لأنه هو الأكثر تلقين يعني في التعليم، أما تدريب مثل ما هنا نحن نقول ورشة، لا نقول محاضرة أو صف. هذه الشريحة آخر شريحة نظرية، سننتقل بعدها إلى الجانب الفني الذي هو مودل. هنا يعني ملخص للعناصر منظومة التعليم، لدينا مدخلات، عمليات ومخرجات. نحاول من خلال هذه الشريحة أن نقارب بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني، لأن في النهاية إحنا نريد أن نحقق نفس الهدف، إيصال التعليم في المدخلات، سواء في التعليم التقليدي في الصف أو في التعليم الإلكتروني أو عن بعد. لدينا منهج ولدينا معلم ومتعلم وبيئة تعليمية. خلال هذه خلال العمليات يتم فيها التخطيط للتعليم أو ممكن نسميه التحضير للدرس، التصميم، ممكن نقول تصميم الوسائل التعليمية، التنفيذ، تنفيذ التعليم نفسه،
المتابعة والتقويم، الامتحانات، الامتحانات القصيرة الكويزز، التطوير، تطوير ربما تطوير الدرس نفسه بين فترة وأخرى. طبعا بعد هذه من خلال المتابعة والتقويم يكون تحقيق الأهداف كمخرجات، وبين كل هذه العمليات يكون هناك تقويم مستمر لإيصال لتحقيق أو لتكامل العمليات كلها مع بعض. طبعا ربما نشوف أن هذه العملية معقدة وتحتاج إلى كوادر وتحتاج إلى مؤسسات كثيرة، يعني إذا تحدثنا هنا وزارة التربية والتعليم يعني أكبر وزارة، لأن التعليم يحتاج إلى يعني جهد كبير. يأتي التعليم الإلكتروني ليوفر هذا الجهد، يوفر الوقت، يوفر التكلفة، لأنه التعليم الإلكتروني أو الأنظمة التي تقدم تعليم إلكتروني هي أنظمة آلية، معظم العمليات التي تتم بطريقة آلية، فربما هذه الأنظمة تقوم بمهام يقوم بها المعلم أو يقوم بها موظف معين، فبالتالي نحن يعني خفضنا تكلفة وخفضنا الوقت. مودل الكل يعرفه، معظم المؤسسات هنا في سلطنة عمان مؤسسات تعليمية تستخدم مودل كنظام مفتوح المصدر للتعليم الإلكتروني، وبعض المؤسسات ما زالت تستخدم أنظمة مغلقة المصدر. هي بدأت من زمان يعني تستخدم هذه المغلقة المصدر، لأنه ربما ما كانت هذه الأنظمة متاحة مثل مودل. طبعا مودل هو نظام إدارة تعليم، وممكن نقول هو نظام أيضا إدارة محتوى، وهناك فرق بين إدارة المحتوى وإدارة التعليم. ماذا يقدم مودل؟ الاختبارات، امتحانات، واجبات، استبيانات، هذه نسميها أنشطة لأن فيها تفاعل بين الطالب والنظام أو الطالب والمعلم. عندنا أيضا مصادر، المصادر تختلف عن الأنشطة لأن في فقط هي تعطي الطالب المعلومة من ملفات وملفات صوتية وفيديو ومحتويات LMS وسكورم، وعندنا اتصالات وتعاون، المناقشات، الدردشة، الرسائل، الويكي، المدونات، البريد، المكتبة الرقمية. ماذا يقدم مودل؟ بداية الإدارة، في النهاية يعني احنا قلنا هو نظام إدارة التعليم او نعم إدارة التعليم، لكن في نفس الوقت هو يقدم CMS، والCMS جزء من إدارة التعليم، إدارة الملفات، تصنيفات الدراسية والمقررات والكتل، وحدات موضوعية، تقارير، إدارة الصلاحيات، مجموعات متعلمين، بيانات المستخدم، إحصائيات، توثيق. طبعا هذا الشكل يعطيكم نظرة عامة عن مكونات مودل كنظام إدارة التعليم. في الجزء العلوي هو الأنشطة والمصادر الذي يحتويها مودل. الجزء الوسط هي عبارة عن ملحق، ممكن نسميها ملحقات، يمكن إلحاقها بمودل مثل الإي بورتفوليو، ممكن نسميه السيرة الذاتية للطالب أو المعلم أو الموظف، المخزن، لأنه ممكن تخزين الملفات خارج مودل وربطها مع مودل، وهذه ميزة إضافية. الأكتيفيتيز مانجمنت سيستمز، ممكن أيضا بعض المواقع أو بعض الشركات تقدم وسائل تعليمية يعني منفصلة عن مودل، فقط المؤسسة تقوم بالاشتراك في هذاك الموقع وتظهر هذه الوسائل التعليمية في مودل. البريد الإلكتروني، الفصول الافتراضية أيضا منفصلة عن مودل، ولكن يمكن إلحاقها مع مودل بصورة آلية. الـ SSO Authentication Single Sign-On
اللي هو الدخول الموحد. يعني في منظمة معينة فيها مثلا البريد، فيها مودل، فيها مثلا أنظمة أخرى مثل المراسلات، فالموظف لا يحتاج أن يدخل في كل نظام بيوزر نيم وباسورد مختلف، يدخل مرة واحدة في واجهة معينة ويستخدم هذه بيانات الدخول في كل أنظمة. طبعا المربعات التي في الأسفل هي أنظمة مفتوحة المصدر يمكن مكاملتها مع مودل لتحقيق الأهداف التي ذكرناها. هذه خريطة المودل، ممكن الرجوع إليها لاحقا. طبعا هذه طبعا المعلومات عن مودل وموقعه في السوق، إذا حب حد أساس توفير الوقت يعني ممكن نرجع لها لاحقا. طبعا ربما يتساءل شخص كيف مودل يكون مجاني، وكيف من أين يأتي الدعم، ومن يطوره، وهل يعني طبعا هو مودل عبارة عن مجتمع في العالم كله، كل حد يساهم فيه. صحيح أن الشركة في أستراليا بشكل رسمي تقوم بتطوير مودل، لكن كل أحد يستطيع أن يكشف مشاكل جوجل ويسلمها لهذه الشركة. اقتصاديا كيف يمكن للتعليم الإلكتروني أو لمودل أن يساهم في الاقتصاد دولة واقتصاد الوطني؟ طبعا يعني مودل هو بالنسبة للشركات طبعا تستفيد من خلال تنصيب وتدريب والدعم للتعليم الإلكتروني، أيضا لأنه مفتوح المصدر هذا يتيح للمبرمجين في دولة معينة أنهم يطوروا من برمجياتهم من خلال تطوير مودل. طبعا الشركات أو المؤسسات اللي هي شريكة لمودل تقدم خدمات مدفوعة، مودل مجاني لكن الخدمات مدفوعة، تمثل في السبورت دعم الفني، في المكاملة انتجريشن يعني مع الأنظمة الأخرى، التدريب، الاستضافة والتخصيص. نتكلم عن مودل، طبعا مودل فيه ميزات كثيرة، لكن نتكلم عن يعني الميزات الأخيرة اللي في النسخة الثانية من مودل. أهم الميزات السحب والإفلات. احنا طبعا بنعرض مودل يعني بصورة سريعة، سنمر على ميزات مودل والأنشطة والمصادر، لكن هنا يعني بصورة سريعة سنتحدث عن بعض التحسينات. السحب والإفلات يعني في بعض المربعات أو الكتل الموجودة يمكن تحريكها بالماوس، ممكن تحميل أكثر من في نفس الوقت. طبعا سابقا مودل في النسخة الأولى يعني كان ممكن مرة واحدة يعني ملف واحد في نفس الوقت. تحسينات في إدارة الملفات، السؤال عند مغادرة صفحة مثلا حتى لا تضيع المعلومات، تحسين شكل إدارة الملفات. من ناحية تطوير وتنسيق صفحات المقرر، تطوير صفحة التنسيق المقرر، تحديث في التنسيقات، يعني هناك أشياء كثيرة يمكن كل أي شخص يعني يرجع إليها. تحسينات في الواجبات، في استخدام الاستبيان. طبعا نعرض لكم هذا حتى يعني يبين لكم إنه مودل يتطور بشكل مستمر، وربما شخص يحصل على شهادة منشي مقرر اليوم وبعد سنة ما يعرف يتعامل مع مودل، لأنه هو تعلم على نسخة ونسخة أخرى يعني والنسخة الجديدة ما يعرف، مثل ما ذكر الأستاذ فهد أمس في ورشة البرمجيات، فيقول لك إنه إحنا نعلم الناس على مايكروسوفت أوفيس لحاجة سوق العمل، فهو بيتعلم اليوم بعد 5 سنوات يلتحق بسوق العمل مايكروسوفت أوفيس تغير. فنفس الشيء المصادر البرمجيات مفتوحة تتغير يعني مع الوقت. طبعا هذه مجموعة من طبعا ممكن رفع الملفات، أنواع المصادر، تعلم الملفات، المجلدات، الصفحات، الروابط، الصور. مودل يرتبط بأنظمة أخرى لتخزين الملفات، مودل يمكن ربطه برنامج الفريسكو وهو برنامج مفتوح المصدر لإدارة الملفات أو إدارة المحتوى، يوتيوب، فليكر مخزن صور، جوجل دوكومنت مخزن ملفات.
أي يعني قاعدة بيانات تسمح بالمكاملة مع مودل. طبعا هذه واجهة مودل تقليدية، لأن مودل يمكن أن يأتي أيضا بأشكال مختلفة، يعني themes, templates، كشف الدرجات. هنا طبعا هذه واجهة لأحد يعني مودل سعودي مودل. طبعا نحن نتعامل مع الشركة هذه السعودية. conditioning activities يعني الأنشطة في مودل ذكية، يعني ما فقط هو الدخول على صفحات فقط، لا أيضا مودل يعني تعطيه شروط معينة. الطالب لا يدخل إلى مصدر معين إلا لم إلى نشاط معين إلا لما ينتهي مثلا من نشاط الذي سبقه، يعني عشان يؤدي مثلا الكويز الامتحان لازم يقرأ الدرس، وحتى يعني يدخل هذا الامتحان لازم يحصل يعني يثبت أنه هو فهم الدرس بنسبة معينة. أيضا ما يحصل الشهادة إلا لما ينتهي بنسبة معينة من يعني يحقق نسبة معينة في الامتحان. هذه التعليقات مثلا أحد ميزات مودل. المراسلة، طبعا مودل يدعم الارتباط أو المكاملة مع أنظمة أخرى بعدة يعني بروتوكولات من أجل المكاملة. أيضا يدعم يعني التكامل بين مواقع مودل نفسها، يعني ربما ممكن يكون هناك موقع مودل رئيسي ومواقع مودل أو أنظمة مودل فرعية، يمكن هذه المواقع تستفيد من بعضها البعض من خلال إتاحة الأنشطة التعليمية أو الوسائل التعليمية، ممكن مشاركة هذه الوسائل مع بعضها. طبعا هذا الامتحان، طريقة عمل الامتحان، يعني الآلية التي يعمل بها. external tools أيضا كما أخبرتكم أنه هناك بعض المواقع تقدم خدمة الوسائل التعليمية أو المصادر التعلم، يعني ممكن أنه المعلم ما يحتاج أنه يقدم أو يصمم درس معين في حركة في صوت وصورة وغيرها، ممكن أنه يدفع مبالغ رمزية لأحد المواقع، اشتراكات شهرية أو اشتراكات سنوية، ويستفيد من وسائل تعليمية في المواقع الأخرى وتظهر في مودل. الفصول الافتراضية Big Blue Button، هذا أحد البرمجيات مفتوحة المصدر للفصول الافتراضية أو للويب كونفرنسينج، ممكن يستخدم الاجتماع مثلاً ما شرط لحصة دراسية. هذه الواجهة أيضا بنستعرض الواجهة بعد قليل. هذا الستركشر أو هيكل بوك بلو بوتون، يعني البنية التحتية الفصول الافتراضية، يعني هذا الشكل يوضح كيف يمكن أو يعني كيف نبني فصل افتراضي، إيش ما هي الاحتياجات حتى إحنا نركب أو نعد فصل افتراضي. ميزات نظام الفصول الافتراضية، سهولة الاستخدام. أنا أتكلم الآن يعني عن برنامج بيج بلو بوتون، دعم اللغات المتعددة ومنها العربية. السرعة في الأداء حيث نستخدم أحدث تقنيات الاتصال، عدا عن كونه مستضافا محليا، يعني يمكن أن يستضاف خارجيا. تعدد مستوى الصلاحيات، النسخ الاحتياطي وإمكانية تسجيل الدروس. يدعم خصوصية بحيث يمكن لكل محاضر إنشاء وجدولة اجتماعاته الخاصة به. وجود سبورة التي توفر إمكانية الرسم والكتابة، الشرح الصوتي والمرئي المباشر. إمكانية التفاعل من خلال الصوت والصورة لكل مستخدم، وإظهار مشاركة سطح المكتب من المعلم إلى جميع المستخدمين. إنشاء غرف اجتماعات خاصة، يعني يمكن إذا نتكلم مثلاً عن مثلاً المعلم يريد يقدم ورشة بين طلاب، في الصف العادي ممكن أن يقسم هذا مثلاً 4 مجموعات وكل مجموعة تعمل بنفسها،
في الفصول الافتراضية أيضا ممكن إنشاء فصول أو مجموعات داخل الفصل الافتراضي، بحيث كل أربعة مثلا أو كل خمسة يشتغلوا مع بعض في ورشة بعيدا عن بقية الطلاب. طبعا المعلم يمر على هذه المجموعات جميعها، ممكن عرض جميع أنواع الوثائق المعتادة. هنا أيضا مثال على دعم حلقات تحفيظ القرآن الكريم، يعني إمكانية الوصول إلى جلسات مخزنة مسبقا، يعني هذه الدروس أو هذه الفصول الافتراضية يمكن تسجيلها والرجوع إليها. التكامل مع نظام مودل بيج بلو بوتون يمكن إضافته كنشاط ضمن أنشطة مودل، يعني لو تلاحظ هنا مثلا إضافة مصدر، طبعا هذا ملحق برمجي يضاف إلى مودل، مجرد إضافته يسألك مثلا المدة أو متى يبدأ هذا الفصل ومتى ينتهي. أيضا هذا بعض الميزات الأخرى. حسب يعني ربما هناك أسئلة أيضا نعرضها، ربما تخطر في بال أحد، إيش دور الشركات وما الفرق بينها وبين الشركة تقدم حلول برمجية؟ يعني إحنا مرينا على هذه النقطة، إنه الشركات البرمجيات مفتوحة، تكلفتها في تقديم الدعم وفي التنصيب وفي الاستضافة وفي التدريب. كم الطاقة الاستيعابية نظام مودل من عدد الطلاب والمقررات؟ طبعا مودل يدعم عدد لا نهائي، هذا يعتمد على الهاردوير وعلى الشبكة على السيرفرات. هل يمكن اختراق نظام مودل؟ أيضا هذا يعتمد على أشياء كثيرة، يعني هو أي إذا كان حتى المغلقة المصدر مخترقة. فطبعا النظام مفتوح المصدر هذا لا يعني بالتالي أيضا أنه مفتوح يعني أيضا يمكن اختراقه، كما أخبرتكم أنه هذا يعتمد على مستويات معينة من الأمان، الفايروول، الأنتي فيروس وأشياء كثيرة. لكن كنظام مودل ميزته أنه هو دائما يقدم في يعني مجتمع مودل يقدم في الباتشز أو من بين فترة وفترة أخرى يسد ثغرات كثيرة. لكن في جميع الأحوال يعني هو اختراقه ليس سهل، لأنه كما أخبرتكم هو يعني إذا كان الهاكرز نفسهم يطوروا مودل فبالتالي هم يعرفوا الثغرات ويسدوها، فليس بسهولة طبعا اختراقه. واجهة المستخدم في نظام مودل تقليدية وليست مريحة. طبعا أنا عرضت يعني واجهة مودل في أحد الشرائح، هذه واجهة مودل تقليدية، يعني أول ما تنصب البرنامج بيكون بهذا الشكل تقريبا، لكن طبعا الشكل الكور المودل غير عن الشكل، ممكن أنه يعني يتم تخصيص هذه الواجهة لأي مؤسسة بالشكل الذي يعني تحتاجه. أيضا الكتل ممكن تغييرها، يعني ممكن التقويم يكون في الأسفل، ممكن هذه الكتلة تكون في الأسفل ويكون هناك أيقونات وألوان محددة. هل يمكن استخدام نظام الفريسكو كنظام إدارة محتوى؟ تكلمنا عن هذا. هل يمكن أن يصل عدد الطلاب في الغرفة كم يمكن أن يصل عدد الطلاب في الغرفة الافتراضية الواحدة؟ طبعا يعني لازم يكون واقعي، ما ممكن 100 شخص أو 200 شخص في فصل واحد، ممكن لكن إدارتهم صعبة، لكن تقنيا ممكن، هذا يعتمد على الهاردوير وعلى قوة الشبكة. طبعا الأنظمة التي يمكن أيضا تساعد في إتمام العملية التعليمية من ناحية إدارة التعليم ومن ناحية أيضا المصادر التعلم، الفريسكو يعني كل هذه البرامج مفتوحة المصدر بعضها مجانية، الفريسكو لمخزن ملفات، لايفري بوابة تقدم خدمات أخرى، يعني بوابة متكاملة يمكن أن تكون بوابة لمؤسسة حكومية مثلا، جوجل ممكن يكون كمخزن ملفات، وأيضا إدارة البريد، بقية الربتيفيتي كورس لاب، كويك لسنس، إي ليرنينج فور كيدز،
هذه برامج إنشاء المحتوى التعليمي. هذه أمثلة على مودل، واجهات مودل. يعني هنا مثلا عمال تعليم عن بعد، ليش ما يعني يكون هذا في عمان أيضا، يكون هناك يعني هنا في الجامعة، ما يمنع أن يكون هناك بعض. أنا أشوف أن بعض المواد التعليمية هنا في الجامعة يعني ما يحتاج أن الطالب يلزم أنه يحضر. يعني سبيل مثل المواد الاختيارية، معظمها مواد نظرية، يعني هنا الفصول في الجامعة والجدول مزحوم جدا. لماذا لا يتاح للطالب أنه يحضر هذه المحاضرات عن بعد، خاصة إذا كان هو في فصل الأخير ومزحوم بالمشروع ودخل في التخصص، يأتي ويأخذ مثلا مادة اختيارية في التاريخ في اللغة العربية، فهذا يمكن أنه يتعلم أو يحضر هذا الدرس عن بعد. أظن بعد وقت شيء وقت زين. إذا كان في أي سؤال ممكن إحنا بصير اللي نعم أي إلا عنده سؤال تفضل. أنا الحين بعرض على بتصفح مودل. أثناء أسئلتكم بإمكاننا نتصفح مودل. في سؤال؟ تفضل. عليكم السلام. ما في إشكال، سالي بنسمع شيء. نعم. نعم. يعني ما هي المؤسسات التي تواجهكم أنتم كشركة في عملية تنصيب نظام مودل بالنسبة للمؤسسات التعليمية؟ نعم. طبعا هي المشاكل التقنية نادرة، يعني لا تذكر، لكن هي مسألة استخدام مودل نفسه، استخدام الأمثل. يعني في النهاية هو برنامج مفتوح المصدر ومجاني، ممكن أي حد ينصبه، لكن هل يعني هذه المؤسسة ممكن أنه تستخدم مودل يعني استخدام الفعال؟ لأن هي يعني أنك تنصب هذا البرنامج وتوظف موظف ويكون في سيرفر، وفي النهاية يعني ربما يحقق الهدف التعليمي اللي هو المراد بتقليل الكلفة وتقليل الوقت. فربما هم تحتاج بعض المؤسسات انهم يوظفوا هذا موديل او اي نظام اخر، بحيث انه يعني يعطي الاهداف المرجوة. ربما هم يواجهوا بعض المشاكل في فهم موديل نفسه، وايضا في المصادر التعلم، لأنه إذا كان هذا المودل هو فقط يعرض نص صورة، إذن ما الفرق بينه وبين الكتاب؟ أنا أفضل الكتاب يعني دائما عندي، ما أحتاج إلى أن أفتح كمبيوتر يعني. فيفضل أنه المصدر أيضا يختلف، يكون في حركة أنيميشن وغيرها. بالنسبة للمشاكل الفنية أيضا موجودة. يعني ماذا عن الشبكة؟ نعم، الشبكة بالتأكيد يعني لابد أنه يعني يكون هناك شبكة قوية، إنترنت قوي. لكن إذا كان الشبكة داخلية ما أتوقع أنه في مشكلة. عادة الشبكة الداخلية ما تعتمد على الإنترنت، يعني السرعة كبيرة. لكن أيضا مسألة يعني تذكرت أيضا نقطة مهمة بالنسبة لمودل. مودل ما يعتمد على يعني على سرعة الإنترنت، لأنه مبرمج بطريقة بحيث أنه هو يتعرف على السرعة ويستخدم تقنيات التي يعني تتناسب مع السرعة.
ويستخدم مثلا جافا، جافا سكريبت. جافا سكريبت تحتاج إلى سرعة أكبر، لكن في حالة أن السرعة يعني ضعيفة ممكن أنه يستخدم التقنية العادية يعني القديمة HTML العادي. يعني أيضا المتصفحات أيضا فيها مشاكل، الإكسبلورر مثلا مايكروسوفت إكسبلورر ربما ما يدعم بعض الميزات، مودل اللي يشتغل فيه ما فيه مشكلة. يعني بقية مصفحات ميل فايرفوكس الكروم تدعم آخر تقنيات التصفح. مشاكل أخرى ربما الأبديشن، عملية الترقية من نسخة إلى نسخة، أيضا أحيانا يحتاج إلى جهد بالنسبة للمؤسسة، ربما يعني ربما هناك مخاطرة إنه يعني إن المؤسسة تقوم بالترقية بنفسها، لذلك هي تعتمد على الشركات في الترقية، ربما تخاف إن هناك يكون في حذف في الملفات، فقد في المعلومات. يعني سؤال آخر بس إذا سمحتوا لي، في عملية اللي هو التكامل ما بين الفصول الافتراضية ونظام مودل، هل سرعة الشبكة أو سعة الشبكة لها أثر؟ يعني كما نعرف مثلا عندنا مشكلة في سرعة الإنترنت في السلطنة، فهل عملية الانتجريشن ما بين النظامين واجهتكم بعض المشاكل؟ أي نظامين قصدي؟ الفصول الدراسية والويب كونفرنس وموديل. هو أنا يعني وجهة نظري الشبكة في عمان جيدة، ربما يختلف البعض. يعني المشكلة ليس في الشبكة، المشكلة في الاستضافة. بعض الاستضافات بطيئة جدا، المستخدم يعني يتوقع أن الشبكة هي السبب، لا، السبب المستضيف. أحيانا الزحمة يعني زحمة أو كثرة المستخدمين اللي يستخدم الموقع يؤدي إلى البطء. إحنا طبعا ما يعني ما ننكر أنه في أحيانا يكون في ضعف الشبكة أو عدم توفر الشبكة. طبعا هذا بالنسبة للموديل. بالنسبة للفصول الافتراضية بالطبع تحتاج إلى سرعة إنترنت لا يقل عن 2 ميجا يعني ADSL، أو يكون 3G يعني متوفر بشكل كامل. إحنا طبعا بالنسبة للفصول الافتراضية يعني أتوقع أنه ما نقول أنه الوقت مبكر لاستخدامها، لأن إحنا في النهاية يعني في بلد واحد والحمد لله المباني الدراسية متوفرة، فمع الوقت مع تقوية الشبكة أتوقع أنه بالتزامن سيكون يعني الفصول الافتراضية ستتاح في الشبكة. يعني مع أننا يعني الآن جالس أجرب هنا في القاعة، يعني شغال بطريقة جيدة يعني، وبنفتح الحين إن شاء الله. إن شاء الله. طبعا هنا مثلا مثال على دورة منشئ مقررات مودل، يعني هذه دورة نقدمها للمعلمين أو لمدراء مودل. على سبيل المثال طبعا المودل ممكن تقسيمه إلى 3 أنواع بالنسبة للدروس. الوقت كم تابع؟ خلاص طيب، احنا بنمر بشكل سريع. طبعا لو نلاحظ هنا مختلف المصادر، هذا ملف، هذا سؤال أو تصويت، قاعدة بيانات، ممكن نشغل التحرير. يعني الميزة هنا في مودل إنه تصميم المقرر يكون في نفس صفحة، يعني أنت التحرير كما تشاهد، كما تشاهد هنا الصفحة بإمكانك تضيف النشاط، هذا نشاط، أنواع الأنشطة، اختبار، امتحان، درس، شهادة، قاعدة بيانات، هذا بالنسبة للأنشطة. بالنسبة للمصادر كتاب، IMS content packages، URL صفحة مجلد. بالنسبة للفصول الافتراض، الفصل الافتراضي على سبيل المثال نسير لي اللي هو Big Blue Button. طبعاً الشركة هذه أو المنظمة بيج بلو بوتون
تقدم تجربة مفتوحة للمستخدمين. ممكن أي شخص يدخل على هذه التجربة في موقع bigbluebutton.org. طبعا ما يحتاج إلى تنصيب أي برنامج، فقط يكون الفلاش مفعل. طبعا هذه كاميرا تلاحظوا، نلاحظ هنا ممكن تشات، هنا ممكن يعني المستخدمين، في مستخدمين حاليا يستخدمون. ايضا ممكن تحدد انه يكون هذا البريزنتر او هذا او هذا، اللي هو يعني إدارة الصلاحيات. يعني انا مثلا ما استطيع حاليا، لكن طبعا لانه المستخدم الان عنده، اي مستخدم عنده صلاحية الادمنستريتور، فانا اعطي مثلا صلاحية الادمنستريتور لنفسه فتظهر ال ممكن استخدام هذه الأدوات كلها. طبعا هذا بشكل عام. أيضا ممكن رفع ملفات، مشاركة صوت وصورة بشكل عام. أتمنى أن يعني قدمت الفكرة، وكنت أتمنى أيضا مشاركة أكثر، لأن التعليم الإلكتروني هو حديث الساعة، ومن حق أي شخص يتكلم ويناقش ويكتب مقال ويتكلم في الصحف عن التعليم بشكل عام، لأنه هو يهم وهو مستقبل هذا الوطن. شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا.